السلام عليكم. علاش ديك النهار في النادر قدام سوق مركب كنت خايفة تخدم مني وقفت قدام عمك؟ ورسالة ميساج لواحد الشخص كيتمنى يشوفو إلا عرف راسو ويرد عليا إلا بغا إن شاء الله. عرفت شنو عاقب العيب الكبير فاش شفتك حدا سوق مركب في النادر كنت لابس هاد لا شوميز؟ حسيت أول مرة أني باغي بنت من الدقيقة الأولى، وهاد الإحساس خلاني نقرر إن أنا نتردد نتزوج بيك الكتاب إن شاء الله. تتمنىك ومن ماماك نخلي لكم نيميرو دو تيليفون ديالي باش الا كتاب انتي لي تكوني مرا العزيزة. وانتي قبلتي، ولكن في ذاك الوقت غير جا عمك بالمرسيدس باش يوصلكم وانتي ما قدرتيش تقضي مني الورقة حيت كنتي خايفة منه يشوفك ويدابز معاك وحسبني باغي شي حاجة مش مزيانة. ومن ذاك النهار وانا ما نقدرش ندوز نهار بدل ما نفكر فيك، كنقول في راسي يمكن الله كتب لينا الخير الا تلاقينا. يعني بغيت واني نفرحك لحقاش نحس حتى داك الفرح ديالك حتى انا تفرحني. نطلب ربي توجبيني في ايميل ديالي مركب فندردي @ gmail.com ولا فيسبوك ديالي نشأة الزخام. طبعا غنكون غير اني يمكن نشوف الوجه ديالك. ما غاديش نكون متردد اني يعني نمشي نهضر مع باباك ونخليه يكون مهني. كنحترمك وكنحترم العائله ديالك. استقبلت بزاف لي ميساج ولي كومونتير اللي شجعوني واللي كتمنوا لينا نتلاقاو واللي بغينا الخير. كنشكركم بزاف وعلى البنات اللي كتمثلوا على انهم هما خاصكم تعرفوا لي عندي جوج ولا ثلاثة ديال لي كيسيون باش نعرف نشم بيا ولا لا. وبالنسبة للبنات لي حسب عليهم هما مرحبا تكلمو معايا اون خيلي باش نوضحو الجميع. كاين شي ناس كيقولو ليا هاديك البنت زعما هي الحب ديالي، خاصكم تعرفو مازال ما هياش الحب ديالي ويمكن جامي ما تكونش هكا. وحدة أخرى تكون مرتي ولا ما كتبش ربي معاها. نورمالمون خاصني نكونو عارفين بعيداتنا عادة غادي يكون تم الحب. فاش شفتها حسيت يمكن غاديش معنى الحب الا عرفنا على هاد الشيء بدا كاع لي عليا باش نلقاها. وانا درت السبب والله اللي غادي يقرر ما تخيرش هاد الشيء اللي دار غادي يفاجئكم لهاد الدرجة. محمد صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. وهي ديالي باغي المعقول وباغي الخير. ولا عقدتكم بحالي وكنتو باغي الخير خاصكم ديرو كاع المجهود ديالكم باش تلقاو في المغرب. كنشكر كاع الناس اللي داروا جيم وبارطاج ما باج فيسبوك ايدي موا اغوتروفي سيت في اس بي بي. وكاع الناس اللي غيعاونوني حيت هاد البنت يمكن غتكون في لامي ديالكم ديالكم ولا في زامي لي زامي ديالكم. شكرا حتى هاد لا فيديو ولا درتو بارطاج حيت غتعاونوني بزاف. شفت البنت في نادور ولكن ما رانيش نقد تسكنه في نادور. الله يخليكم بارطاجو في ما كنتو، يمكن غادي تكون عايشه في نادور ولا في قسيمة ولا بوفا ولا شي بلاصه اخرى في المغرب ولا في اوروبا. شكرا لكاع الناس اللي غيعاونوني. الله يحفظكم ولا فامي ديالكم حيت قريتو البحث ديالي وحكيتو لي اهمنا. السلام عليكم.